لا موقف رسميا للحكومة اللبنانية حتى الساعة من قانون قيصر الأمريكي. هو لا يزال على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تداعياته. الحديث يدور عن توجه لطلب إعفاءات من سيف العقوبات، لكن الأجوبة الشافية لن يعطيها الأمريكي بالمجان، فكما يرى البعض المطلوب التزام تام بعدم خرق القانون لمصلحة الحكومة السورية. لا أكيد أنه ما بيقدروا يتغاضوا عنه، لأنه هذا القانون يمس بالاقتصاد. إذا أخطأنا تجاهه يدفعونا ثمن غالي. لبنان لا يستطيع أن يتحمل وزر أي بلد آخر. ما بيقدر يقيم بحاله. صار نحن جماعة أعلننا الديفولت، يعني إذا بدك شبه مفلسين. رغم أن لبنان غير مذكور في نص القانون كروسيا وإيران، إلا أنه من أكثر المتضررين، فهو بحاجة لاستجرار الكهرباء من سوريا، وهذه الحدود هي متنفسه الوحيد في عمليات الاستيراد والتصدير البري، كما أن غموضاً يشوب آليات تعاطي القطاع المصرفي الذي يمتلك 7 مصارف في سوريا. في عنا نحن خطورة، في تحدي كتير كبير أنه نعرف القطاع المصرفي كيف سيتصرف. الإيداعات النقدية في المصارف اللبنانية لأشخاص ومؤسسات وكيانات وشركات سورية، شو حيصير فيها؟ شو حيعمل المصرف اللبناني؟ وكيف حيعيد الأموال لأشخاص يدورون في فلك النظام السوري عندهم إيداعات بمئات ملايين الدولارات في لبنان؟ هذا سؤال يطرح وما عندنا جواب عليه. هي حالة ترقب يعيشها لبنان الرسمي إزاء قيصر الذي وصفه البعض بالفضفاض، فتأويلاته قد تحصن مصالح هذا البلد وقد تجلب عليه أيضا وبال العقوبات. محاذير جديدة تطبع علاقة لبنان مع الحكومة السورية من الآن فصاعدا، فهل ترسم آليات وحدود جديدة للتعامل بين البلدين؟ أم تدخل قطاعات حيوية في لبنان تحت مقصلة قانون قيصر الأمريكي في الوقت الذي تستجدي فيه حكومته مساعدات مالية فورية من المجتمع الدولي؟ ليال خروبي، قناة اليوم، بيروت.